مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. شجرة الميليشيا الخبيثة تترعرع بالحرب، تتنفس آلام الأبرياء وتشرب من دمائهم ودموعهم. منذ العام 2004 لم تتوقف ميليشيا الحوثي يوما واحدا عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين. عن أشهر جرائم ميليشيا الحوثي والمخلوع التي ارتكبتها بشكل منهجي نتابع هذه المادة. حولت ميليشيا الحوثي والمخلوع اليمنيين إلى ضحايا وجلادين، قتلة وقتلى، وفتحت للمآسي في كل بيت بابا وأكثر. زميلنا أنس الحاج أرسل لنا قصة أطفال قتلت ميليشيا الحوثي والمخلوع والدهم بالقنص، وبعد شهرين قتلت والدتهم بقذيفة. نشاهد هذا الفيلم الذي أعده للعرض الزميل ودي عطا، ثم نعود. الطفولة براءة ونقاء تزدان بها الحياة. ليس في الكون أجمل من ابتسامة طفل تنتشلك من بين أكوام الهموم. لكن ماذا لو تعرضت الطفولة للانتهاك وبات الهم والحرمان جزءا من حياة الطفل؟ هكذا صارت حياة الطفل عبد الرحيم وإخوته السبعة. طفل عصفت الحرب في تعز بأحلامه، قضت الميليشيا على سعادته المعيشية. عبد الرحيم هو الأكبر بين أشقائه. فجأة وجد نفسه مثقلا بأمانة فرضتها عليه الأقدار، أمانة تنوء الرواسي بحملها، وكتب على هذا الطفل أن يحملها مبكرا. شهران وأيام فصلت بين ارتقاء والده ووالدته، اختلف الكيف لكن النهاية واحدة والقاتل واحد. بمرارة يلخص عبد الرحيم الحكاية. ريمت بجبل قراقة تلقينا من حق رصاصة قناصة حوثي، أمي من حق القناصة من القذائف لهونة حق الحوثة. أقال رقم تبل هنا أقاتله، وبعد أمي قاش دخل أخواني القهال صنوا الحبة قا هنا بالبتاذي حباها قاعة فوق عند البير واحدة أقال هنا وقاش تمسك أخوان الجهال وأخي أخي ذام أنا كلهم متعافين ما هم وبي مات. سيقضي عبد الرحيم وإخوته بقية أعمارهم أيتاما بعد أن حرمتهم الحرب من حنان الأم وعطف الأب. كل ما بقي لهم في هذه الدنيا جدهم إبراهيم. بكبرياء يتذكر الأب المكلوم تأريخ فقد ولده ومقتل زوجته. أنا أبو أبوهم استشهد في جبل جرة، وفي عام 15/9/2015، وأمهم استشهى وأجت قذيفة لهنا للشارع برضو في 20/11، واستشهد أمهم هنا في الباب. استشهد الأب والأم وترك كومة لحم سيتعين على الجد إبراهيم غانم حمود الوصابي رعايتهم حتى يشتد ساعد أكبرهم.
وحتى ذلك الحين سيكون من الصعب أن يتحمل الجد المسؤولية وحده في ظل الغلاء والتدهور المعيشي. نقوم بالواجب إن شاء الله، لا 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 ما يبقوا رجال، وبعدين نقول كل واحد عليك الله، لقاهم رجال مزوجين وكل شيء. كان واضحا أن الحاج إبراهيم يكابر وهو عديم الدخل محدود الإمكانية. طاقتي أنا إنسان مانيش حتى لا موظف ولا شيء، أنا مانيش موظف، أنا إنسان عادي. ما كان أول كنا نشقي ذا الحين ما قطع علينا الشغل. أهل الخير يتكفلوا بالأطفال، وأنا يعني ما شنقصر شيء إن شاء الله. زرنا مسرح الموت حيث قتلت الأم، وجدنا شواهد القتل لا تزال ماثلة. هنا وقعت قذيفة الموت واخترقت شظاياها الأبواب الآمنة. كان العم إبراهيم الوصابي يشرح لنا عن المشهد الرهيب، وحكى لنا كيف اخترقت الشظايا باب هذا الدكان الذي كان مسكنا لأسرة فقيرة، وكيف تمزق جسد امرأة كانت بداخله، وكيف جمع الجيران جثتها. ثم تحدث إلينا كيف قتلت زوجة ولده الشهيد عبد الجبار. خرجت خذ هذا الولد، وخرج وأخذ الولد الثاني، ودخلت والشظايا لحقت في الصدر. قتلت إذن أم يحيى، وبقي يحيى الذي افتدته بروحها شاهدا على قسوة الإنسان. ذهبت إلى الجنة، هكذا يعتقد أطفالها، وكذلك يجيبون ببساطة عمن يسألهم عن أين بابا وماما. الجنة. ماما. ماما جنة. أمي عدوب الجنة. أيوة. وماما بالجنة. وعمتها عدوب الجنة. الجنة. أربعة وستون يوما فقط فصلت بين استشهاد الأب والأم. كان هؤلاء الأطفال لم يستوعبوا خلالها صدمة استشهاد الوالد حتى لحقت به الأم. هنا قتلت بينما كانت تقوم بدورها الطبيعي لإنقاذ طفليها إبراهيم ويحيى. من هذا الثقب نفذت الشظية إلى قلب أم عبد الرحيم لتنهي حكاية أم حاولت أن تشمل أطفالها المحرومين لتوهم من والدهم الذي قضى برصاصة قناص من ميليشيا الحوثي والمخلوع. يحاول عبد الرحيم أن يكابر، لكن مشاعر الألم تطغى عليه حين يستذكر كيف استشهد والديه وأنه بات بلا أبوين، فتجتاحه الغصة لتتزاحم مع كلماته البريئة. ذا لما مت ما كنت شلنا، ذا لا قابلنا للبيت. كنت حزينة أنا على أبي. بمرارة وألم يعيش عبد الرحيم أكثر من بقية إخوته مشاعر اليتم. تتبين في صدره مشاعر الأسف على فقد أبويه، فتجتاحه مشاعر الخوف والحنين. يعني هكا قست فقدهم بالليل. كنت أحبهم وقس عندهم، يعني قس نقس إحناهم، يعني قسبكي وأنزل زرهم للهناك للمقبرة. لما تزورهم المقبرة إيش تحس؟ يعني حس نفسي عنا، تخيل إنهم ما يرجعوش. يعني ذا أنا قس بالله أخاف وقسى أقوم أستلع أخواني وبكي. فجأة وجد عبد الرحيم نفسه مسؤولا عن إخوته، وبات مسكونا بالمسؤولية عنهم، يحاول أن يقوم بمهمته كما لو كان كبيرا فعلا. يكبر أيتام الشهيد ومعهم يكبر ألم الفقد، ويدرك الجد أن المسؤولية كبيرة والحمل ثقيل. عندها يختار التوجه برسالة. أودي رسالتي إلى الأمة العربية كاملة، موش أوديه لشخص ولا المملكة العربية السعودية، وإلى جميع المسؤولين اليمنيين أن ينقذوا هذول الأطفال من اليتم حق الأب والأم. ومعه اختار حفيده عبد الرحيم إعلان أمنية باتت أمنية ليس لأطفال تعز فقط، بل لكل أطفال اليمني والعالم. نحن نشي الحرب هذا يوقف، نشي نقص بيتنا بأمان براحة.
دخلت البيت نفس ما كنا من أول. بس هذه الأيام الدنيا يعني كلها حرب، ما نعرف لا نخرج ولا نرجع. طالت الحرب كل شيء جميل في تعز، أضحت الشوارع خالية إلا من أصوات الرصاص وأطن الميليشيا والمقاومة. حل الخوف محل الأمن وبات القلق سائدا. قريبا من مسرح الموت يحاول الأطفال البحث عن مساحات آمنة تنسيهم ولو للحظات أجواء الحرب وبشاعة المجازر. وفيما الكبار منشغلون بالحرب والسياسة، ينتظر الصغار أيد حانية تخفف من وطأة اليتم، حتى لا يعتقد عبد الرحيم وأمثاله ممن حرموا نعمة الأب والأم أنهم وحدهم. هكذا أرادت ميليشيا الحوثي والمخلوع أن تحول بيوت اليمنيين، جدران مثقوبة وقلوب أطفال وشيوخ مثقلة بالخسائر، إلا أن إرادة الحياة والخير أقوى من نزوات الشر وأدوات الموت. يحاول اليمنيون التغلب على أوجاعهم والعبور إلى مستقبل متعاف يعيش فيه الناس سواسية أحرارا. مشاهدين الكرام، نذهب لمشاهدة هذا التعليق القانوني الذي صورته الزميلة أنيسة العلواني مع المحامي والناشط توفيق الشعبي. بالنسبة إلى ما يتعلق بحماية المدنيين أو الهجمات على المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، هناك قواعد قانونية ونصوص قانونية ومواثيق دولية نظمت أسلوب الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة. كون أكثر المتضررين أثناء النزاعات المسلحة هم المدنيين، وبالذات وخاصة الأطفال والنساء باعتبارهم فئات ضعيفة، ولذلك التطور القانوني والتاريخي لمنظومة القانون الدولي الإنساني عملت على وضع قواعد معينة توفر الحماية اللازمة للمدنيين، ابتداء بمعاهدة لاهاي، ثم اتفاقية جنيف الأربع، ثم البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقية جنيف الأربع، اللذان نظمان ما يتعلق بالجرحى والغرقى وأسر الحرب، أو ما يتعلق بالنزاعات المسلحة الداخلية، حماية المدنيين من النزاعات المسلحة الداخلية. المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الأربع، وهي تسمى المادة الثالثة المشتركة، التي حددت أو نظمت حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. هناك حاليا خلاف قانوني أو بين فقهاء القانون الدولي حول ما هو حادث في اليمن خصيصا، هل هو نزاع مسلح داخلي أم هو نزاع مسلح دولي، نظرا لاشتراك قوات التحالف العربي في عمليات النزاع المسلح في اليمن. هناك اليمن تعد إحدى الدول المصادقة على اتفاقية جنيف الأربع، وبما أن اليمن مصادقة على اتفاقية جنيف الأربع، تعد هذه الاتفاقيات بمثابة الإطار القانوني الحاكم أو التي تنظم عملية حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتصبح الحكومة اليمنية وأطراف النزاع في اليمن سواء ما يتعلق بالقوات الحكومية الشرعية أو بالقوات المنشقة، قوات صالح المنشقة ومسلحية الحوثي، ملزمين قانونا بتطبيق أو الالتزام بهذه القواعد، ويترتب على مخالفتها عقوبات قانونية وإجراءات جنائية بمقتضاها يتم ملاحقة مرتكبي انتهاكات أو الخروقات اللازمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقية جنيف الأربع المصادقة عليها الجمهورية اليمنية في نهاية السبعينيات. وبالتالي لا يوجد نصوص محددة تنظم في القانون المحلي تنظم عمليات النزاعات النزاع المسلح الداخلي أو القواعد الحماية اللازمة للمدنيين أثناء النزاع المسلح الداخلي، ولكن يمكن إدراكها ضمن حق الاعتداء على الحياة والاعتداء في القانون العقوبات، والاعتماد على نص المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية الذي التزم وتعهد بالعمل بالمواثيق والاتفاقية الدولية الإنسانية، وكذا معانا حاليا الآلية التنفيذية، المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها، والتي جاء في صلبها ضرورة التزام الجميع بحماية المدنيين وتوفير الأمن والسلم داخل المجتمع اليمني، ثم تأتي بعد ذلك القرارات الدولية الخاصة بما يتعلق بالنزاع داخل اليمن. كل هذه نصوص قانونية تصبح أطراف النزاع في اليمن ملزمة فيها قانونا، وتخضع للمسألة القانونية في حال انتهاك إحدى هذه القواعد أو القوانين. ناهيكم عن النصوص الافتراضية الموجودة في مخرجات الحوار الوطني، والتي أكدت على ضرورة احترام
والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون التشريعات والمواثيق الدولية، وأعطتها صفة السمو فيما يتعلق على القاعدة الدستورية أو القاعدة القانونية. وبالتالي هناك منظومة قانونية متكاملة تبدأ بالتشريعات الوطنية، ثم بمخرجات الحوار الوطني، ثم بمسودة الدستور التي كانت قريبة الإقرار، ثم الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها الجمهورية اليمنية، سواء أثناء اليمن الشمالي أو اليمن الجنوبي، والتي انضوت في إطار كيان قانوني واحد هو الجمهورية اليمنية. كافة الأطراف بما المتنازعة والأطراف المتحاربة في اليمن لابد أن تلتزم بهذه القواعد وهذه الاتفاقيات، وبما ورد فيما يتعلق بالحماية المدنية، للحماية اللازمة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة. رتب قواعد القانون الدولي الإنساني ما فيها اتفاقية جنيف وما فيها الملحقين البروتوكولين والإضافيين في اتفاقية جنيف، إضافة إلى اتفاقية لاهاي، عقوبات جنائية ومدنية بما يتعلق على مرتكبي هذه الخروقات أو الانتهاكات. هذه العقوبات، هناك عقوبات على أفراد وهناك عقوبات على الدول وعلى الجماعات وعلى الهيئات التي تمارس هذه الانتهاكات. بالنسبة للدول، تتحمل الدول مسؤولية قانونية كاملة بما يتعلق في تعويض كافة الأفراد والهيئات والمؤسسات التي تعرضت لانتهاك مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويترتب على هذه بأنه قد تضع الدولة تحت طائلة العقوبات الدولية كجزء من العقوبات المشمولة نتيجة مخالفة القوانين، مثلا حرمان من القروض، الحصار الاقتصادي، التحفظ على أموالها، منع السفر. عقوبات تشمل المسؤولين سواء السياسيين، القادة السياسيين أو القادة العسكريين، مباشرة وغير مباشرة. هناك عقوبات تبدأ بمنع السفر، تبدأ بإخضاعهم للتحقيق، تبدأ بالمساءلة والمحاكمة، تبدأ بمصادرة أو تجميد أموالهم، تبدأ بمنعهم من تولي أي أعمال سياسية أو أعمال رسمية في الفترات القادمة أو في الفترات اللاحقة ما بعد المحاكمة. كل هذه العقوبات تخضع أو تأتي بعد تحقيق دولي أو بعد تحقيق وطني يحدد مسؤولية الأطراف والجهات والأشخاص. مثلا قد يكون هناك حظر من ضمن العقوبات المفروضة، حظر على الجماعات المسلحة من تولي المشاركة في العملية السياسية وتجميد أموالها وأصول أموالها. نحن نعتقد بأن لجنة الخبراء الاقتصادية المشكلة في الفترة الأخيرة يمكن أن تطلع بدور فاعل في هذا الاتجاه إذا ما كان هناك تحقيق سريع ونزيه وشفاف يحدد مسؤوليات مرتكبي هذه الجرائم كأشخاص وكجهات وكأفراد وكقيادات مسؤولة عن هذه الجماعات، سواء كانت قيادات عسكرية أو قيادات مدنية. المساءلة المباشرة هي ستأتي طبيعي. نحن قلنا بأنه هناك جهاز قضائي، سيستم قضائي، جهاز متكامل، لكن سبب ركاكة وضعف وهشاشة وغياب هذا الجهاز في اليمن، هناك الآن لجنة تحقيق وطنية بمعايير دولية. هذه الإضافة أو التوسع في صلاحيات لجنة التحقيق المستقلة بانتهاكات أو ادعاءات انتهاكات 2011 التي أضفها قرار مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن في الشهرين الأخيرين على هذه اللجنة، يجعل هذه اللجنة هي بمثابة جهاز التحقيق الرسمي الوطني والأداة الدولية للمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات. نحن ندعو ونطالب رئاسة الجمهورية ووزارة حقوق الإنسان والحكومة إلى سرعة تسريع بأعمال هذه اللجنة على الواقع. هذه اللجنة من خلال التحقيقات واستقبال البلاغات والشكاوي باستطاعتها أن تحدد المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الانتهاكات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الراصدة، سواء المنظمات الوطنية الداخلية أو المنظمات الدولية التي لها ناشطين وراصدين في الداخل الوطني. هناك التقارير الوطنية، هناك تقارير حقوق الإنسان الدولية، هناك تقارير المنظمات، هناك شهود أعيان، هناك كل هذا مرتبط ببدء حقيقي لعمل لجنة التحقيق المستقلة التي ستحدد، ثم سيكون بعد ذلك لها صلاحية رفع تقرير مفصل إلى السلطة ثم إلى مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان ليباشر بعد ذلك إما تحقيق قضائي وطني أو قضائي دولي. وهناك بالفترة الأخيرة تزايد أصوات في الأمم المتحدة بما يتعلق بضرورة حماية المدنيين والتحقيق الدولي إزاء الخروقات للقانون الدولي الإنساني اللي بدأنا نسمعها منذ أسبوع من قبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن أو ممثل ولد الشيخ الممثل السياسي للأمين العام للأمم المتحدة.
الحماية هي النصوص القانونية، مفهوم الحماية لما تحدث في أي مجال عن مفهوم الحماية أو ما هي آليات الحماية ووسائل الحماية، هذه هي نقصد بها هي النصوص والتشريعات والآليات والأجهزة، النصوص والتشريعات القانونية التي تجرم فعل انتهاك القوانين. مثلا النصوص القانونية الوطنية أو الدولية التي تجرم أي مساس بالمدنيين أثناء النزاعات المسلحة هي هذه الحماية. ما هي الأجهزة والآليات التي تعمل على تحقيق هذه الحماية؟ هو كما تحدثنا الجهاز القضائي، وإذا كان هناك عدم استحالة بما يتعلق بالوضع في اليمن فهي لجنة التحقيق المستقلة التي منحت صلاحية التحقيق في هذه الانتهاكات، أو أي لجنة سيتم تشكيلها من مجلس الأمن، أو أن يحيل مجلس الأمن اختصاص التحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق واسع ومباشر حول هذه الانتهاكات. تتحمل منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإغاثي مسؤولية قانونية وليست أخلاقية. نحن لما نفرق ما بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية، المسؤولية الأخلاقية يعني أنه بقدر ما إذا استطعت، لكن المسؤولية القانونية أنت ملزم بتوفير أو بإغاثة هذه الشعوب أو هذه المجتمعات التي تعاني من النزاعات المسلحة، بملزم قانونا بتوفير الإغاثة إليها، كما هو الحال في اليمن. نحن نقول بأن ما قدم وما يقدم من المنظمات الدولية، برنامج الغذاء العالمي، الأوشا، المكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب، أطباء بلا حدود، كل مركز الملك سلمان، لا يكفي احتياجات 10 إلى 15% من السكان المدنيين في اليمن. أنا أتحدث عن تعز باعتباره أكبر كتلة سكانية، وهناك حصار مفروض على ما يقارب 450 ألف نسمة منذ شهور، وأتحدث كذلك على المحافظة تعز بشكل عام، وأتحدث عن اليمن بشكل عام، بأن تتحمل المنظمات الدولية مسؤولية قانونية كاملة عن إغاثة هذا المجتمع وإغاثة هذه المدينة وإغاثة أبناء هذه المحافظة المحاصرين، إضافة إلى مسؤولية الحكومة الشرعية التي يجب عليها أن تقوم بدور فاعل، وسواء عن طريق التسويق أو إيصال المعلومات أو تأمين الطرق اللازمة وإيجاد الإطارات المؤسسية لاستقبال ما يتدفق من إغاثة دولية. قبل ذلك هناك نصوص قانونية في اتفاقيات جنيف وفي قواعد القانون الدولي الإنساني تقول أن إعاقة وصول الإغاثة أو التعرض لرجال الإغاثة جريمة حرب، من أي طرف كان، من أطراف النزاع المسلح، جريمة حرب. ناهيك عن أن الفصل السابع هناك جزئية قانونية يسمى بالتدخل الإنساني، وهذا التدخل الإنساني قد يصل إلى التدخل بالفعل المسلح أو التدخل عن طريق القوة، يسمى التدخل عن طريق القوة من أجل تأمين وصول الإغاثة ومن أجل حماية المدنيين. نحن في تعز بالذات وفي المدينة في المربع المدينة صرنا نقول أن المسؤولية القانونية تقتضي على مجلس الأمن بدرجة رئيسية أن يبذل كل جهده ولو باستخدام القوة لرفع الحصار عن محافظة تعز إجمالا وعن المدينة بشكل خاص من جانب إنساني، وخاصة أن مؤشر منظمة الغذاء العالمي الأخير في تقريره الأخير يقول بأن حالة مدينة تعز بشكل عام بشكل خاص والمحافظة بشكل عام بدأ يقترب من مؤشر المجاعة، مؤشر المجاعة، وهذا مؤشر خطير. نحن نقول هنا كثافة كتلة سكانية كبرى في اليمن في هذه المحافظة بدأت تقترب من مؤشر المجاعة. نحن أمام كارثة حقيقية، على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته القانونية مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي من أجل تأمين ممرات غذائية آمنة وإيصال الغذاء ورفع الحصار عن هذه المدينة. ونحن أيضا نضم صوتنا إلى صوت المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي. الصور القادمة من أغلب مناطق اليمن تقول إن الوضع الإنساني وصل حالا من السوء والكارثية لا يمكن تجاهله، وإذا لم تقم منظمات الأمم المتحدة وأجهزة الدولة بأدوارها فذلك يعني أن البشرية لم تتعلم بعد من دروس ومآسي الحروب التي خاضتها وذاق فيها الأبرياء المرارات، واتفق العالم بعدها على مجموعة من المبادئ الدنيا التي تحفظ حقوق الإنسان في السلم والحرب.
مشاهدينا، هذه المادة التي تقدم تلخيصا لمراحل التحضير للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان أيضا، نتابع ثم نعود. سنحاول في حلقاتنا القادمة تقديم مواد مختصرة للتعريف بأهم المبادئ التي يرتكز عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والآليات الأممية المعتمدة حاليا لمراقبة الحالات الإنسانية في الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان. لا تنسوا أن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام، والعناوين تظهر تباعا على الشاشة. أولاد الشهيدين، تم الرصد. إلى أن نلقاكم في أمان الله.